السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على إضافة كارت للمورفو سيجمنت لايت بلس، وأوبشن مثلا إن أنا عايز أدخل كارت وأدخل معاه بصمة، يعني يبقى الدخول بصمة وكارت. نبدأ. السلام عليكم. النهاردة اللي هدخل دلوقتي على المورفو كلاينت، هنشوف ازاي بنعمله. بدخل على المورفو مانجر، اليوزر نيم الديفولت بتاعه ادمنستريتور، والباسورد باسورد، هي حاجة متحضرة قبل كده عشان بس نعرف الخطوات اللي ورا بعض بتبقى ايه عشان انشئ في المورفو مانجر كارد او بصمة. تدخل على الادمنستريتور زي ما احنا شايفين كده اهوت. اول حاجة بختارها هنا اهوت بيومتريك ديفايس كونفيجريشن، سوري البيومتريك ديفايس كونفيجريشن فعلا. طبعا انا بخلي حاجه قبل كده اللي هو كارد فينجر كونفيجريشن، او حسب انت عايز تعمل ايه. في حالتنا مثلا دي عايز كارد اور فينجر، يعني اضرب بده بده. انا نشوف كده التحضيره بتاعت، بدخل عليه من جوه كارد فينجر. هنا هو النيم انا مسميه كارد اند فينجر كونفيجريشن، يعني اضرب الاثنين مع بعض. لو عايز اور يبقى فيه اور، بس احنا هنعملها اند. ديسكريبشن بكتب اللي انت عايزه. الكونفيجريشن مود اكسبريس، في ادفانسد واكسترنال، انا بختار اكسبريس. 300 زي ما هي. المورف هيرت انترفال 300 زي ما هي. كي بوليسي ديفولت نيكست، شوف اللي بعديها. بختار طبعا النوع الكارت اللي هيتضرب، سيريال نمبر كار سي اس ان 32 بت، ده بختاره. اللانجوج انجلش اللي هو الكارت العادي ال 32 بت الويجند سي اس ان اللي هو الكار سيريال نمبر. هنا هو البايومتريك عادي. المالتي فاكتور مود بسيبها عادي، ده كاستم، بخليه كاستم عشان انا كده كده هعمله. وبختار بايومتريك وماي فير كلاسيك وماي فير ديسفاير، ده في حالتنا احنا عشان انا بختار البايومتريك وماي فير. بعد كده الاكسس كنترول مود انتجريتد ويجند بانل فيدباك، البانل وان واير، البانل فيدباك عادي زي ما هي، كاستم ستاندر 26. بعد كده زي ما هي دي بتاعت الويف. هنا سيجما لايت بعملها، وهنا هو برضو نيكست. هنا لو عايز كده نيكست 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 فينيشت. اوكي، بعد كده بعد بدخل على البايومتريك ديفايس اللي انا منه هعمل، الديفايس نفسه اللي هاخد منه. هدخل اد، هضيف حاجة جديدة انا اهوت. طبعا انا عامل كارد اند فينجر بايومتريك، يعني لازم الاتنين مع بعض، كارد وفينجر. ديسكريبشن بكتبه زي ما انا عايز. بختار طبعا سيجمنت لايت اللي هي في حالة بتاعتنا ديت، والاي بي بتاعته اللي انا موصل يو اس بي ديفايس، يبقى بقى اليو اس بي ديفايس بقول له عليها. انا في حالتي ديت البورت بتاعتي 11010. بايومتريك ديفايس كونفيجريشن انا مسميه تيست ليا انا، يعني بحيث لما ادور عليه اجيبه تيست، لان انا عامل تيست. بقول فينش طبعا في حالتنا ديت. اوكي، بعد كده الخطوه اللي بعديها بتاكد ان انا كده، خلي بالكوا انا عملت اول حاجه البايومتريك ديفايس كونفيجريشن، بعد كده البايومتريك ديفايس، بعد كده بدخل على طول ان انا اجهز بقى الشغل بتاعي على اليوزرز نفسه. بكتب على الاكسس كيدول، ادي الاكسس طبعا موجود عندي اوريدي 24 على 7، اتاكد الموضوع ده خلاص. اوكي، لو انا عايز اعمل سكيدول تاني بعمل اد. في حالتنا دي احنا مش محتاجينها، يبقى انا كده اتاكدت الاكسس. اجي دلوقتي اعمل اليوزر نفسها. ببدا بايه؟ بقى بحاجه اسمها يوزر ديستريبيوشن جروب، اعمل جروب لليوزر بحيث انا اجمع عليه البتاع. انا عامل هنا جروب كارد اند فينجر، تعال نشوف جوه عامل ازاي. انا مسميه هنا كارد اند فينجر يوزر جروب. بعد كده بقول له اختار بقى من جوه الكارد اند فينجر بايو ديفايس اللي انا عامله اصلا، اللي هو بايو ديفايس بايومتريك ديفايس بتاعي. بيبقى طبعا بيديني الليسته بتاعتي اللي انا عامل فيها البايو ديفايس انا عامله قبل كده. تمام كده. بعد كده انا خلصت كده الجروب، كده انا هدخل على الكلاينت، سوري بدخل على اليوزر اوثنتيكيشن مود، ادي له الصلاحيات نفسه. هنا طبعا انا كنت عامل قبل كده كارد برضو،
هنا كارد اور فينجر تريجر دي. تعال نشوفها. كارد اور فينجر تريجر بدخل عليها طبعا هي سيجمنت بخليها انيبل، سيجمنت لايت لان انا بشتغل على مورفو سيجمنت لايت بخليها انيبل. لو ويف بعمل اللي بعديها تمام كده. بعد كده بدخل على يوزر كونفيجريشن دي اللي انا بتاعتي انا كارد اند فينجر يوزر، بكتب دوت ان هوت واقول له هنا اول بايومتريك ديفايس اند كلاينت. وبعد كده بحدد له برضو دي الويكند بروفايل بتاعي طبعا اللي هو سكيدول تايم اللي هو 24 ساعه، وبرضو الكارت بتاع سي اس 32. بعد كده الفينجرز اللي انا محتاجها طبعا انا الرايت اندكس فينجر، رايت اندكس فينجر، ليفت انجل، بختار اللي يدخل بانه صباع من العشر صوابع. طبعا ده الويف بايومتريك ويف ده مش تبعنا دلوقتي في الحته ديت. الفيس بايومتريك برضو لو هو في فيس احنا بتاعنا بنتكلم ما فيهوش الحته ديت. بعد كده بدخل على الكلاينت، الكلاينت دي اللي هدخل بيه اللي هي الكلاينت نفسها بقى دي اخر حاجه. هي طبعا بيبقى الديفولت اسم الكمبيوتر اللي انت شغال عليه هو بيديه، فهو طبعا هنا في حالتي الوين اللي هو ال 2 اف الطويله ديت اللي هو الكلاينت عشان اعرف ادخل بيه وان انا اعمله. طبعا بدي له صلاحيات الادمنستريتور ويوزر مانجمنت وريبورتس والبايومتريك اندكيشن، ممكن اعمل فيه كل حاجه، هدي له كل الصلاحيات. طبعا ما فيش كاميرا نو الكونفيجريشن بوليسي لا مش عارف، دي مهمه جدا طبعا بالنسبه لي. اول حاجه 3 دي فيس انرولمنت انا ما عنديش، عندي الكنترول انرولمنت او سيلكتد مورفو اكسس ونقي الكارد اند فيجر تو ديفايس، ما ادوش سيرش. طبعا هو مديني هنا نان واني مورف ديفايس، انا بختار بس الحته اللي انا عايزها كار اللي انا سيلكتد مورفو اكسس اللي انا محضره. الكونتاكتلس انرولمنت مورف سيلكتد ديورنج انرولمنت بيبان ساعتها. بعد كده بختار في الاخر اللي احنا شايفينه ده. بعد كده خلاص انا خلصت، ادخل على اليوزر مانجمنت هبدا اعمل انرولمنت. طبعا كان في واحد قبل كده موجود، نعمل اد بقول له سيلكت. طبعا اكون انا محضر كارد اند فينجر الحاجات اللي انا مديها له اليوزر رايت اللي انا كنت لسه كاتبها. بعد كده بدخل مثلا اي مثلا وهنا بي دي مثلا يعني راندوم لي هنا البايومتريك دوت. هنا ريد سي اس ال يبدا بقى عندي المورفو ينور المستني ويتنج فور كارد، اقرب منه الكارد علشان يقرا الرقم بتاعي اللي هربطه بالبصمه والرقم. بعد كده هو عرف الرقم دوت. بعد كده بيقول لي عايز الصباع دوت، حط صباعك هنا اهوت، يبدا مستني. بحطه 4 مرات على المورفو تمام كده، يبدا بعد كده اوكي بدوس نيكست. اخر مش محتاج صباع في النص ده انا بعمله نان او ممكن اشيله خاص من وانا بعمله في. بعد كده بيقول لي اضرب الكارت تاني، فكده هو بقى مرتبط معايا فينجر اند كارد وكده سكسسفلي انكودد اي دي. عشان اتاكد عندي برضو ان انا الدنيا عندي شغاله اشوف السيستم بتاعي ان اهوت، بدخل على الادمنستريتور. الادمنستريتور ان هو طبعا انا كده اتاكدت ان كله تمام، ادخل على ادي اهو تمام كده، ادي الاسامي اللوجن بتاعي ترانزاكشن لوجن. في الهوم ادخل على اليمين هنا هتلاقي اونلاين 1 سينكرونايز المورفو هنا شغال. شكرا بالمتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.